IFM Autoradio Mila bin Youssef. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. صباحكم احلى صباح مستمعي اي اف ام، احلى غاديو انتم تسمعوا في اوتو غاديو حتى للعشرة. ليميسيون اللي نحكي فيها على الكراهب، على اخبار سبور ميكانيك في تونس وفي العالم. اليوم في شفما جديد باش نحكيو على مبيعات السيارات الصينيه، شريف تفوق 2000 سياره في 2020. تركيز 10 محطات شحن سيارات كهربائيه في تونس. ضيفنا اليوم باش يكون عفيف الفريقي، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. في الكونسي اوتو راديو باش نعرفوا كيفاش نختاروا زيت الكهرباء وقتاش لازم نبدلوا لي بلاكيت دو فران. في اسالني على الميكانيك نجموا تجاوبوا على سونداج تفضل تعمل فيدونج عند الكونسيسيونير ولا في اي جراج تنجم تعمله. انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 للعشرة متاع الصباح مع ميلا بن يوسف. اليوم معنا امين في الرياليزاسيون، علي عرعود في الاعداد، وبيان سور معنا كالعاده محمد بن عاشور اوتر كرونيكور. بونجور محمد. بونجور ميلا، بونجور كل المستمعين على موجات اي اف ام. مرحبا بكم، مرحبا الناس اللي تسمع فينا. كل تعديو تو سويت، لاش فما جديد؟ حسب الشركة التونسية للسيارات لو كونسيسيونير اوفيسيال دو لا مارك شيري في تونس، المبيعات لسنة 2020 فاتت 2000 كهرباء، الكهرباء شعبية وعادية مع بعضهم، وهكا نلقاو شيري في المرتبة السابعة في السوق التونسية، واكثر موديل تباع هو الاس يو في تيغو 2 ب 1368 كهرباء، ومن بعد نلقاو الشيري كيو كيو الشعبية. اش قالك محمد؟ والله يا ميلا سي نورمال باش نلقاو شيري تعمل ان ريكور كيما هكا في الفون دو فواتير تاعها. تونسي اليوم يخمم كان في السوم، خاطر الحق تاع ربي يقعد يما السوم. اهم حاجه، اول حاجه يغزلها تونسي وهي شيري، توا بديت عندها اكثر كراهب من ارخص الكراهب في تونس. من ارخص الكراهب في تونس جو بونس، معناتها كي تجي تشوف لي زوبسيون اللي في الكهرباء، لي زيكيبمون، كل شيء، والسوم نتاعها حاجه تتوالى ان رابور كاليتي بري اللي يساعد تونسي البيدجي نتاعو. اكزاكتومون. باهي، نتعداو للخبر الثاني. مشروع تركيز 10 محطات شحن سيارات كهربائيه في تونس، حسب اتفاق ما بين عجيل وستيغ باش نلقاو 4 محطات شحن في ليزوتوغوت و6 في الولايات الكبرى كيف تونس، صفاقس وسوسه، اما باش تكون تجربه مع السيارات الاداريه قبل ما تتعمم على السيارات الكل. وي ميلا، ان فيت بشوي بشوي تو باش تمش تكثر النومبر تاع الكراهب الكتريك والهيبريد ريشارجابل في تونس، دونك بشوي بشوي باش نشوفوا اكثر في لي ستاسيون سيرفيس دي بورن دو ريشارج. هذه حاجه واضحه ياسر، وان شاء الله بشوي بشوي تتطور السيتواسيون تاع الالكتريك في تونس، اما ان شاء الله يقعد ان فري انرجي فيرت، مش انرجي فوسيل باش نعملوا بها الالكتريسيتي باش نشارجيو كراب، حتى لي كيوسك اللي يركبوا فيهم لي بورن دو ريشارج يحاولوا يعملوا طاقه شمسيه، طاقه شمسيه، حاجات هكا باش اوموان نحسوا تطور في فيزافي بدون حاجه نجموا نعملوها احنا في تونس. سورتو عندنا برشا شمس. وي اكزاكتومون، مش كيما بلدان اخرين في اوروبا. احنا عندنا بريسك 8 ولا 9 10 الدنيا شمس وجوها باهي. وزاره الصناعه والطاقه والمناجم قالت لي الاتفاقيه هذه تندرج في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للحد من استهلاك المحروقات، اما لازم باش ترجع التونسي باش يشري كهرباء الكتريك لازم فما ديزافونتاج، تنقص لهم الاداءات. تنقص الاداءات ان شاء الله الكهرباء تكون فين متناجم يخلط لها ما تكونش غاليه برشا، وان شاء الله لو بخي تاع لي بورن دو ريشارج ان شاء الله زاد يكون في متناول العباد. خاطر اذا تشري كهرباء في الاخر في كيوسك تلقى لو بخي غالي ياسر تاع لي مينوت ولا لي زور دو ريشارج، باش تكون حاجه والتاكساسيون عليهم. والتاكساسيون مش حاجه واضحه هي تو. لازم توفر لي بورن باختو، خاطر شويه كمام هذوما معناتها. هذوما بوغ ان ديبي، احنا زلنا بارك اوتوموبيل في الهيبريد ريشارجابل وفي الالكتريك مازال ضعيف، اما من هوني العوام القداميه نتصور باش تعمل تنقيزه ضربه واحده. في 2040 حسب لي بريفيزيون باش يكونوا 53% من الكراهب بالكل الكتريك. ممكن هاك العالم الكل في سو ديريج فيغ سا،
ما اسكو احنا اون فاسيو مازلنا حاليا مازلنا بعاد اما بشوي بشوي مانيش محضرين روحنا من ناحيه الانفراستركتور ما فما حتى شيء لا هما اذا هاو بداو يجربوا بشوي بشوي راه سافا ايفولوي من بعد حتى لي مارك لي زونسيني نتاع لي كيوسك كلهم باش يحاولوا يكونوا كومبيتيتيف باش يحاولوا يجربوا اول وحود خاطر سافا ايتخ مارشي بورتور حاجه جديده باش تدخل تونس دونك اللي باش يشد فيها الاولاني هو اكثر واحد باش يدخل فلوس اكزاكتومون ومادام نحكيو على لي فواتور الكتريك باش نحكيو على تسلا باش نحكيو على تصريح قام به إيلون موسك البي دي جي نتاع تسلا الجمعة هذه قال اللي قبل عدة أعوام اقترح على تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل أنه يشري تسلا ب10% من قيمتها توا لكن رفض تيم كوك رفض مش رفض كها ورفض حتى باش يقابلوا باش يحضر في الاجتماع أي التوا تسلا فالور تاعها 600 مليار دولار كان ينجم يشريها كان تنجم تشريها ابل ب 60 مليار دولار ابوبخي وجيت شوف بعد زيد تقرا اللي هو حاليا جوست خاطر ما نجموش يشريوها حتى ايزون في اون اوفر ان 2019 يعاود بوغ راشتي تسلا ماش نجموش ما عادش قبلوها جماعه تسلا دونك توا عملوا هكا بروجي بليهم هما وحده باش يعملوا لا فواتور الكتريك تاع ابل وحدها باش يعملوا الاي كار لو اي كار اي كار فما عندهم ان اوتر بروجي تيتان اسمه تيتان هي الاي كار هي تيتان اسمها معناتها ممكن الايكار هي اسمها تيتان بون هو نورمالمون كان ينجم انه يشوف شنو هو البروجي يمشي اما وقتها يظهر لي الاولويات نتاعهم كانوا في التليفون وفي لي زورديناتور وحاجه اخرى وقت اللي عمل صارت البروبوزيسيون دو غاشا هذه الابل وقتها تسلا لافي مش برشا مشاكل في الموديل 3 تاعها موديل 3 وي اللي هو من الاولانيين كانت هذاك علاش حبوا يبيعوها اي هو قالوا اللي هو المشروع هذا ماهوش باش يمشي نتاع لي فواتور الكتريك وي اما هو من بعد عطاتو الدنيا وتوا بارمي لي 5 بلو غروس سوسيتي كوتي اون بورس العالم ميرسي محمد نذكركم اللي بعد شويه باش يكون معنا عفيف الفريقي رئيس الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات نذكركم زاد اللي تنجموا تجاوبونا على سونداج على الفيسبوك وعلى الانستغرام تخير تعمل فيدونج عند الكونسيسيونير ولا في اي جراج توا نخرجوا وراجعين انا شكيب درويش تسمعوني تراوني مع خلود مبروك في برنامج 90 دقيقه كل يوم من نهار الاثنين لنهار الجمعه مع اصدقاء لدودين سفيان بن حميده وطارق الكحلاوي وخليل الرقيق اشتباكات ناعمه فما زاد جو في الموضوع هذا بيناتنا باش نسيسوه انا على وزن باش نشنعوها في رأس العام تيتي تربحكم 10 ملايين كاش من 22 حتى 31 ديسمبر اكتيفي فورفي انترنت ادخل في القرعة واربح برشا فلوس وحظوظك في الربح تزيد تكبر بالابليكاسيون ماي تيتي وكانك ماكش تيتي فاش تستنى بدل للانترنت التونسي واربح الملايين اتصالات تونس احلى ضحكة بالمعكوس الخلاق ولا يتكلموا باللغة العربية هل رأيت بزديق يا عمر اني لم اره منذ ايام لماذا لان بزديق يستعمل القناع يعني الماسك بلغه الاجانب احسنت يا شبشاء شبشاء ممنوع من الصرف لا ينوي ودعنا نحن يا غلام انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 ل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف مرحبا بكم من جديد في أوتو راديو مازلتم مواصلين معنا حتى للعشرة فرحانة برشا اليوم معنا ضيفنا عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات صباح الخير ومرحبا بك صباح النور وانا اللي فرحان برشا بهالبهجة وهالسعادة والألوان وما شاء الله عليكم بيك. شباب باهي نبدا معاك باول سؤال والحقيقه هو معطى قدمته انت في واحد من تصريحاتك وهو 63.9% من حوادث الطرقات في تونس سببها انفلاق العجلات معلومه ما تعداوش عليها تونس مرور الكرام واثرت ضجه كبيره باهي كيفاش تحصلتوا على الرقم هذا والله شوف نحن نتحدث دائما على مؤشر الخطوره في ارتفاع حوادث المرور مش نتحدث على احصائيات يعني مباشره انه العجله تتسبب في الحادث
لأنه أنت عندك مؤشرات خطورة اللي هي مش موجودة في الإحصائيات المتوفرة حاليا سواء كنت من جهات رسمية أو غير رسمية. باعتبار نحن في الجمعية عندنا عدد كبير من الخبراء والكفاءات وأغلبهم جامعيين ومختصين ويدرسوا علم الإحصاء وهما يتناولوا كل ما ينزل في سجلات إحصائيات حوادث الطرقات من سواء توفرها الدولة عن طريق منظومة الإحصاء أو عن طريق معها عن طريق الأجهزة المعنية ونحاول نقراهم بتحليل بتأني لأنه مش ديما يفيقوا الناس اللي يحلوا حوادث المرور يفيقوا اللي السبب الرئيسي للحادث هو العجلة يكون العجلة الأسباب متاعها خفي ولابد من تحليل وما لابد من تأني. مثلا نعطيك مثال آخر حادث صار ماتوا فيه 6 توانسة عزيز وغالين علينا اللي هو في طريق منزل شاكر في صفاقس اللي خرجت كانك البنية الصغيرة للطفلة اللي هي منعت من الحادث لأنه هو نقل فلاحي عشوائي وحتى التحاليل والتحريات الأولية بالنسبة للأجهزة المعنية قالوا راهو السبب متاع الحادث هو المجاوزة بينما خبير اللي هو معروف وخبير لدى المحاكم وخبير في الجمعية التونسية لقناة الطرقات أحمد دربال مشى لعين المكان وشاف الحادث وشاف العجلة خرجت الجمعية تصريحات رسمية تقول اللي السبب الرئيسي متاع الحادث مش مجاوزة بل هو العجلة اللي هي من نوع كريستال اللي هي عجلة تمشي كان في الثلج في ألمانيا وهي سوماخك متاع ماركة عالمية واللي هي مفروض ما تدورش في تونس مفروض من باب الديوانة ما تدخلش وتمنع مفروض السيارة هذيك المركبة هذيك كي تمشي أو العربة أو الشاحنة خاصة هذيك كي تمشي تعمل فحص الفني ما يعطيوش فحص الفني ويقولوا برا بدل البنو متاعك والعجال متاعك إذا هذيك كي تعمل هي تتفلق ما عادش تعرف انت سبب الحادث لان هي تفلقت وهي خلات السياره معناها المسار نتاعها معناها الاتجاه نتاعها التيرن نتاعها يتغير وقتها يصير الحادث. اذا نحن مشكلتنا انه ما نجتهدوش برشا في تحليل حوادث المرور ونقيدوا وين نقيدوا في طاي تتسع لل 12 مليون تونسي باش نحطوهم فيها اللي هي الطاي نتاع السهو وعدم الانتباه اللي هو غير معقول وغير دقيق. ثم ناس ممكن تحلل عن حسن نية وضعف في التحليل وثم ناس تحلل باش تبعد الموضوع متاع العجالة لأنه راه أونجو كبير متاع تبزنيس ومتاع ترافيك ومتاع تهريب اللي هو 320 مليار توا احنا كيف ندخلوا الموقع المرصد الوطني للسلامة المرورية نلقاو اللي نسبة الحوادث بسبب انفلاق العجلات 1%. لا المرصد يقول يحبه ولي هو لأنه انت كتدخل تشوف احنا شكون صدقوا هون ما تجمع انت وكيفاش يقولوا هما انت وهمتك علاش انت وهمتك كي تعرف اللي انت منظمه الصحه العالميه اللي تونس عضو فيها عن طريق وزير الصحه وعندها جمعيه عامه جمعيه عموميه اسامبلي جنرال تصير كل عام فالاسامبلي جنرال يوافقوا على التقارير اللي تخرجهم منظمه الصحه العالميه سنويا. منظمه الصحه العالميه كي تخرج تقريرها السنوي والعالمي لحوادث المرور نحن ما تعترفش بإحصائياتنا وتعملنا كوفيسيون كبيرة وتزيدنا 20% على عدد القتلى وعدد المصابين والجرحى. علاش؟ لأنها تقول اللي إحصائياتكم في تونس مطعون في مصداقيتها نظر لكونها ما هي شفافة. وقتاش تولي إحصائياتكم هي شفافة؟ وقت اللي تولي مطابقة للمعايير العالمية للإحصائيات متاع حوادث المرور. المعايير هذه كيفاش؟ وقت اللي انت ولي عندك سبب الوفاة او معناها العجز يكون قيد سبب الوفاة مثلا وقت اللي يكون انت في مضمون الوفاة متاعك في الحالة المدنية دون ما يضر العموم يولي تحط انت سبب الوفاة هو حادث مرور وقتها نعملوا كونفرونتاسيون دي دوني ويوليوا عنا دي دوني فيابل اكزوستيف وقتها تولي إحصائياتك مطابقة للمعايير الدولية وعلى هذاك منظمة الصحة العالمية وشركة الجمعية وآخر اجتماع في السويد نحن رغم اللي حاولوا يغيبونا الأطراف الحكومية اللي نحن حرصنا وعركنا عليهم باش يمشيو حاولوا يغيبونا من الاجتماع ولكن منظمة الصحة العالمية دخلنا الاجتماع ذاك وكان معنا كاتب عام الحكومة وقتها ودافعنا على أنه يلزم منظمة الصحة العالمية تواصل المشروع اللي بدأته مع وزارة الصحة في أن وضع سجل وطني لضحايا حوادث المرور معناها إحصائيات المرصد غير شفافة شنو اللي يخليهم يعطيوا معلومات هك؟
وهذاك حد الامكانيات نتاعهم في التحليل والاحصاء، وما عندهمش منظومه نتاع انه سجل وطني. وقت اللي يعملونا سجل وطني لضحايا حوادث المرور، والسجل هذاك يكون شفاف وواضح ويحطوا فيه المعلومات بدقه، وانت اليوم ينجموش يقولوا لك قداش واحد ولا معاق من حوادث المرور، هم تحديهم. ها اسئله صحيحه. قل لهم اعطيونا قداش من واحد عمل حادث مرور خاطر هو ناقص سمع ولا ناقص انذر والا معناها مريض شخذ دواء والقد في الثنيه، يعني هذوما مش متوفرين. اذا انت عندك يعني احصائيات معناها ضبابيه مغلفه، هاك عندك احصائيات تو معقول. انت مقريت انت عجبت لي مثال نتاع العجيل اللي بدينا به، امشي تراها انت للسكر ومعناها والسياقه تحت تاثير الحاله الكحوليه، شوفها قديش. وبينك وبين نفسك تقول تو معقول الكلام هذاك يكتبوا فيه يقينا الشعب، نحن مازلنا معناها دايخينا فقنا راه في مدوخه نتاعنا. خير انت تشوف التوانسه اللي خارجين من معناها من البوا دونوي ومن الوتلة والكل، وعدد الناس اللي يموتوا في حوادث مرور بسبب الحاله الكحوليه ما يعطيوش الاحصائيات الدقيقه. علاش؟ لانه يخافوا هما من انه السيد كي يعمل حادث مرور وهو في حاله تحت التاثير الحاله الكحوليه يتحرم من التعويضات في التامين، ويولي حتى اللي اتضر بسبب حادث المرور اللي تسبب فيه السيد اللي هو سكران، ويلزم وقتها بعدش يقوم على شركة التأمين، يلزم ويمشي يقوم على صندوق جبر معناها الضرر في حوادث المرور اللي هو تابع وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، اللي هو ذاك تطول فيه الحكاية. واحد ينجم يموت وما يخلطش على التعويضات إذا كان ذي ما ماتش، أما كي يموت يمكن عائلته يقعدوا يجريوا 10 سنين باش يشوف يخلطوا على التعويضات ولا لا. إذا الصندوق هذا اليوم عنده عجز يحتاج أقل شيء 30 مليار باش يعوض القائمة اللي عنده تويكا. ولهذا فهما يصير برشا على الألاعيب في أنه يغيروا المعطيات الحقيقية لحادث المرور هذاك والأسباب الحقيقية، باش قال شنو نحن رانا خايفين على حق السيد هذا لا يضيع وكذا، تو الحادث صار وهذا معناها 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 تعرفوا قضايا ربي ومعناها وهذه قضاء وقدر، خلينا أموان منعوا السيد باش ياخذ من التأمين. وقتها نحن نعطوا دي فوس دوني اللي معناها للحكومة، والحكومة ما تعرفش تاخذ القرارات الصحيحة، لأن أنت القصاحة بالقرار في الدولة إذا ما يكونش عنده ناس يوفروا له معطيات دقيقة باش يعاونوه على أخذ القرار في الوقت المناسب ويكون القرار الصائب، راهو نحن نغلطوا من حيث لا نعلم حتى عن حسن النية، حتى بالغباء نتاعنا نغلطوا المسؤولين في الدولة باش ياخذوا القرارات الصحيحة والسليمة وفي الوقت المناسب. باهي خلينا نرجعوا لموضوعنا اللي هو العجلات. ربي جوج سؤال. تو تقولوا عندكم الارقام ماهمش صحاح وما عندكمش كيفاش تاخذوا ارقام صحاح، انا جوست سؤال، علاش ما تتعاملوش مع لي زاسيغونس ولي زيكسبيرت على لي زاسيغونس قبل ما نوصلوا للميت واللي ولا معاق؟ لي زيكسبيرت على لي زاسيغونس اكثر عبيد نجموا يعرفوا بالليتا تاع الكهرباء، خاطر هو اي واحد يعمل اكسيدون تمشي تجري للاكسبير يدير صار لي هكا وهو يثبت وهو يقول لك هذا صحيح هذا غلط ويصور البلاصه، خاطر جو لي فيكو جو سي. علاش انتوما ما تمشيوش تتعاملوا ديجا مع لي سونتر ديكسبيرتيز تاع لي زاسيغونس يعطيوكم دي شيفر صحاح وغدوه سامحني باش نكمل لك وغدوه بالميثود هذه حتى الاسيغونس، خاطر هي الاسيغونس اكثر حاجه ما تحبش، ما تحبش تعوض تو تولي هي الامبوز على لي كوندكتور والامبوز على الدوله ان ريجيم بلو ستريكت في التثبيت العجلي. انا مش نداو على شركه التامين، اما شركه التامين راهي ماهيش مصيبه، عندها قانون ويطبق في القانون، واللي يعرف القانون ويعرف يدافع على نفسه بالقانون ياخذ حقه من شركه التامين وغيرها، هذا واضح. مش ما تحبش قلت لي انت تبدا الامور قانونيه ما نجموش يهربوا عليك، اما انت قولي ما مشيتوش للخبراء، نحن مشينا لهم وعندنا الخبراء في الجمعيه. ونعطيك مثال، نحن عندنا لجنه التامين اللي هي تتعاطى مع الخبراء، ورئيس اللجنه كفاءه من كفاءات الوطنيه في التامين، راهو في قانون التامين وفي التعويضات على حوادث المرور، وحاليا قاعد يعد لي مناقشه احدث دكتوراه فيما يتعلق بقانون التعويض جراء حوادث المرور وجميع التفاصيل والتفريعات نتاعو، ولهذا نحن نتعاملوا وناخذوا لي دوني ونعملوا ريكوبمون وناخذوا التفاصيل. اخي نحن العجالي هذوما مش انا نخدم فيهم الاحصائيات، مش انا نحلل، ثم فريق كامل والكلهم اقل واحد فيهم مهندس مختص بالاحصاء ودي ناس ديماتو، ثم معاهم الخبراء واللي مش اي خبير، خبراء لدى المحاكم اللي ياخذوا انابه عدليه واللي المحكمه تكلفوا باش يمشي يعمل الاختبار. مثلا نحن علاش كشفنا حقيقه الواقع المؤلم وكانت الجمعيه سباقه ورايده عمرها 58 سنه وتراكم تاع خبره انه حادث وفجعت عمدون، اللي كشف الحقيقه راهي الجمعيه.
وحادث السبالة في سيدي بوزيد، راهي الجمعية حاجة كشفت وعملت ندوة صحفية، وكانت هي السباقة باش طلبت من إذن من المحكمة في سيدي بوزيد باش عينت خبير، ومشى الخبير هذاك باسم المكتب الجهوي تاع الجمعية في سيدي بوزيد وتنقل وعين، وهو اللي قال راهو العجالي متاع الكاميون اللي هز النساء متاع الفلاحة اللي تفوفاه والرجال الله يرحمهم راهي العجالي اللي هي لا تستجيب للشروط وكل عجالي مهربة. ثم على العمدون وثم ناس خرجوا مأجورين باش يدافعوا على عجالي مش صحيح، وبعد وزير الداخلية قال في مجلس النواب قال راهو سبب العجالي، بعد ما أنا قالوا فيها بلاغ الداخلية راهو المدو عبد الفريقي قال كلام. لا لا خلينا نوجه لك مهمة هذه، لأن شكون مسؤول على العجالي؟ نهاربين الوكالة الفنية الفحص الفني، مراكز الفحص الفني اللي الشعب استثاقها بمقتضى القانون أن هي كيف تعدي على كرهبة تعملها فحص الفني متاحها تعطيها ورقة عندها مصداقية، تعطيهاش ورقة مضروبة. وقت اللي أنا السيد تعطي ورقة تقول كرهبتك مريقلة وبعد هو يمشي بعجالي ولا بفرينوات مهربين مصنوعين من مادة مرسكلة وانت تنزل على الفران ما تلقاش الفران، هذايا راه أنا نولي شنو كيما الطبيب اللي يمشي واحد باش يعدي عنده وإلا باش يعمل إكسبرتيز لصحته، يلقى السيد عطيه الطبيب ورقة لا تعكس بالحق معناها صحته وسلامته وواقع صحته. ولهذا توا نحن دخلنا في مشكل كبير وأزمة الثقة، يعني أنت يعني الكارل مش رقابة العجلات هذوما داخلين لتونس منين داخلين دقيقة باش نرجع لك يا سيدي. لو فرضنا السارق يغلب الإحاحي وهذه قد ما عملت الديوانة مجهود ويتعمل الديوانة في مجهود جبار، ولكن يلزم نساندوها لأن وقت الديوانة جاوها الكناطرية والمهربين وعملوا قدام اعتصام لقات كل الجمعية التونسية وقال نحو الطرقات والمتطوعين متاحة اللي هما بالألاف هبطوا وفسروا الحكاية ذي وقالوا مش ندافعوا على الديوانة، نحن مش محبة في عينين الديوانية، ليه محبة في حقنا في الحياة، حق شعبنا في الحياة، وكنا موجودين نسد بنيع لأنه هذوما حبوا يستغلوا القانون متاع اللي تاع 72 والقانون تاع الشركات المصدرة كليا أنه عنده الحق يجيب سلعة ويخدمها ويعاود يبيعها في الخارج، ما لقى ما يجيب في العجلات المستعملة هي عجلات الموت، وقال شنو باش يرحيها وبعد يبيعها جرانيولي لنفس السيد اللي يبيعها من أوروبا. هو الكل مش صحيح، في تونس عندك 40 ألف طن امتاع عجالي مستعملة وهيك مطيشة وما لقينا حد يحب ياخذها يرسكلها ويعاود مولا العجالي هم المستعملين قال نشريهم من عندك، لكن هما قلنا له يا سيدي نحنا اعطيونا ترى انتم معامل تاع رسكلة متاع العجالية وتبيع فيهم الخارج، جيبونا ترى فاتورة الضوء تاع المعمل تاع عامين، جيبونا حتى 6 شهور سي ان اس اس متاع الخدامة اللي قلتوا انتم باش يجوعوا. ولهذا قلنا ميزي وحش مع روحكم تلتوه الشعب في بالك قداش 320 مليار فلوس يدوروا في الكونتر عجالي مهربة يموتوا بهم التوانسة، في بالك اللي السوق التونسية 68% من العجالي يدوروا فيها مهربين. نرجع الموضوع الديوانة من يدخلوا يا سيدي، لو فرضنا قلنا الديوانة ذيك حد إمكانياتها وحد قدرتها رغم اجتهادها، لكن كي تركب انت عجلة ما كتبش باش تاخذ بها الفحص الفني ولا غادي يشدوك في الفحص الفني وينحيوا لك العجلة وكان لازم يبلغوا عليك. احنا عنا راهو برنامج اصلاحي مش عنا كلام تاع من غير بناء علمي. امش اقول لك اليوم الجمعيه وقعت وقت البارح اتفاقيه شراكه بيننا وبيلوتيكا ممثله في الغرفه نتاع مصنعي العجلات والغرفه نتاع تجار ومعناها محطات تصليح العجلات، ونحييس الحبيب كمون تحيه كبيره لانه متفاهم ومتعاون معنا برشا. يقول لك عنده 1100 محطة متاع إصلاح العجلات تركيب العجلات ما فيهاش كفاءات وقدرات عالية متعلمين وخاصة اللي زابرونتي، ولهذا صححنا الاتفاقية هذه معاه هو كجمعية ومع المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك اللي تابع الوكالة التونسية للتكوين المهني باش لي جون، وسيد وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني حضر على الاتفاقية وعاين في الورشات كيفاش يلزم الشباب هذوما يتعلموا على قاعدة وعلميا كيفاش يبدلوا العجلة ويصلحوها ويركبوها ويعملوا لها باراليزم والإكليبراج. انت اليوم تخرج تمشي تهز كرهبتك وتاخذ قدام عجل خاطر العجلة في قتلك ونقبه تقول له ماكش ما تعرفش اللي هذاك ما يعرفش وبتعلم عصامي تعطي حياتك لان العجلة حياتك، لان شنو هي معناها العجله هي البوينت كونتاكت بين الوسيله بين الكهرباء وبين الكياس. حسب دراستكم انتم اسباب انفلاق العجلات على خاطرها ماهيش مطابقه للمواصفات اكهو هذه هي الاسباب؟ ليه على خاطر نحن عندنا عجالي ما يلزمهمش يدوروا في تونس
يلزم واحد كيف يجيب معمل يقول لك انا جاي مش الراسكل يلزم الديوانه يشرطوا عليه يقصهم قدامها في البورت على اربعه، لانهم هما يحشيوا عجله في عجله، وكيبداو العجالي هذوما اللي هم مش مطابقين المواصفات يسميهم عجله تريانجل. التريانجل هذوما اللي هما عندهم مشكله نتاع معناها الترانجل نتاع العجله اللي هو تل، هذاك كي نتعوج ما عادش العجله عنده حتى فعالية. زادة تونسي يقول لك حالة الطرقات والكياسات. لا 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 سمحني سمحني، في بريطانيا عندها تأثير كبير. أنا موافق مش ندافع على الكياسات، ولكن هذا مش سبب. واحد كي يلقى حفرة يطيح فيها يموت، مو ينقص من السرعة، مو يتحكم في العربة نتاعو. في بريطانيا وما أدراك ما بريطانيا، كنت تشوف الطرقات نتاعها بين المدن طرقات عادية برشا، وفي كيما تونس ولا أقل. ويقول لك الانجليز انا ما عليه كان يتحكم في معناها وسيلته في السرعه نتاعو ويعدلها حسب وضعيه الطريق، زاد يتحمل المسؤوليه، مش صحيح الكل كيس المرسى، ولا انت كيس المرسى هاو بك معناها المستوى هذاك. شوف قداش عباد يموتوا، علاش؟ لانه العباد يجريوا، ثم البيتون مازال يشق الكياس معناها حتى كي عملوا لك الحجز اسمنتي، ونحن نطالبوا انه يعملوا الكل في فرفورجي من تونس حتى للمرسى فرفورجي وديزاين مزيان باش نسدوا منافذ العبور باش الناس ما تموتش، ونكثروا بالممرات العلويه او الممرات التحتيه. اذا كان عندنا بقعه ما فيهاش شبكات نتاع ماء وكهرباء وتستلزم برشا مصروف باش نحولوهم، هذوك نعملوا فيهم نكثروا بالممرات السفليه اللي تسهل حركه المشات. وذي اللي يقول لي انا راه مسائل امنيه، نقول له شي يهمك، الامن يعرف وين يخدم. كي تحط انت ممرات سفليه وخايف من بركاجات، يحطوا لي كاميرا ويحطوا فيهم شكون هما غادي كيعسوا ويحل كشك نتاع قلوب ولا حشت. المهم عندهم الامن تقنياتهم باش يراقبوا الوضع الامني. اذا انا نرجع نقول لك يلزم كل جهاز في الدوله يخدم خدمته، ثم تقصير في تحمل المسؤوليه. راهو نحن لا نتحامل على حتى حد، ولكن نحن نتكلموا على الحق وندافعوا وعنا معطياتنا. وانا نقول لك اليوم المشكل الكبير هو مشكل في اصلاح شامل وعميق الى منظومه السلامه المروريه. اليوم رئيس الحكومه الاسبق سي يوسف الشاهد راهو خذا قرارات في 3 مايو 2017 وقت اللي افتتح المؤتمر العالمي 13 للمنظمة الدولية لإقناع الطرقات في قسم المؤتمرات، وخذا قرارات موجعة وجريئة. ولا زورة من الوزارات طبقت القرارات هذوما بما فيهم أنه طلب باش يدرسوا بسرعة فيسع إمكانية ونجاعة وضع هيئة عليا للسلام على الطرقات تكون مستقلة. مش اليوم التجاذبات بين الوزارات، وكل وزير مساندو حزب آخر ومساندته جهة معينة، وتتعارك الوزارات وضاع المواطن يموت في حوادث المرور على خاطر السياسيين والإدارات اللي تابعها السياسيين هذوما ما خدمتها. فما ناس ما يساعدهمش إصلاح المنظومة، لأنه إصلاح المنظومة هذه بالشكل هذا تحد من الترافيك وتحط من البزنس ومن الرشوة ومن تحت الطاولة والكل. فهما اليوم يعطلوا فيه الإصلاح هذايا لمصالح ذاتية زادة محدودة في الزمن وحتى في المنافع. ولكن أنا نقول الإصلاح هذا لو جاي، لأن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في عقد العمل العالمي الأول اللي بدأوه 2011-2020 قالوا إذا دولة تحب الحق جديا تحمي شعبها من حوادث المرور يلزمها تعمل هيكل رائد للسلام على الطرقات، يكون هو الجهاز الوطني. أمريكا عندها جهاز وطني فوق قداش من 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 مقاطعة فيدرالية، عندها جهاز وطني. الدول الكل، نحن يلزمنا جهاز وطني، مش المرصد. المرصد ينجم يكون جزء من الجهاز الوطني في الإحصاء، لكن الجهاز الوطني ذي الهيكل الرائد اللي تحت رئاسة الحكومة وهو ياخذ قرارات. انت معقول اليوم النقل الريفي التاكسي الجامعي هذوما، شفتك الباراشوك اللي عاملينه قدامهم يدخل في واحد يقتلوه؟ ممنوع هذاك. انت خاصة عندك اول حاجة عندك دي بيتون، ناس يشقوا الكياسات، كان يدخل فيه يقتلوه. هذاك يدخل في كهرباء قدام يروحها، خاصة برا قدامه ما مشيتش احترمت قواعد السير، وهو يحب يدوب عليه وهي مازالت محترمة ومتمسكة بعصابها، يدخل فيها بك الحديد يفجعها المرأة، إذا كان ما يدخلش فيها يركب لها بوسفير. خلينا نكونوا واقعيين، هذوك شكون باش يوقفهم؟ وزارة النقل أجهزتها ضعيفة. وزارة النقل اللي عندها بالقانون لازم تعمل جهاز رقابة عندها باش يراقب لي زوطو يكول. هاو نتحداهم، كان من نهار اللي عملوه القرار هذاك لليوم توا 18 سنة ولا قداش عمرهم شي راقبوا اوتو يكول.
خلينا نشوف الحقيقه. ولهذا كله سيت ان تو، راهو السيكيورتي وتير ماهيش جزء، هي كله لا يتجزا. صحيح فما تقصير من الدوله، اما به خلينا نحكيو على المواطن. المواطن اليوم القدره الشرائيه نتاعو ما تسمحلوش باش يشري العجلات من تونس. هو نتسائلوا علاش الناس كل تشري في السوق الموازيه، علاش يمشيوا لبرا يجيبوهم لتونس، علاش يشريوهم من المهربين؟ خاطرهم غاليين. الناس الكل مواطن التونسي اليوم يقول لك العجلي غالي برشا. انا مستهلك كيفك نشري في العجلي، اما كي نعرف العجله هذيك فيها الموت ما نشريهاش ومش على سقيه، لان مش نحفظ حياتي، لازم واحد يكون مسؤول. لكن حاجه اخرى، احنا تحدثنا مع مصنعي العجلات سواء اللي صنعوا في تونس الشركه الوطنيه القديمه اللي تصنع في العجلات، او كذلك اللي هما يجيبوا في العجلات العالميه المعروفه واللي هي معناها محترمه وعندها نيابات في تونس محترمه. يقول لك انا ما نجمش نرخص في العجله كما تنقص الكونترا. إذا أنا 68% من رقم المعاملات ماشي في الكونترا، وأنا معاقب على خاطرني نخلص في السي ان اس اس ولامبو والدنيا وشريك من... لو كان الدولة تكون جادة في أن توقف الكونترا 68%، وهذم كنولي أنا عندي فيهم بار دو مارشي مع الشركة تاع الصناعات التونسية للمطاط، تو نحن العجلة هذيك تنجم تهبط حتى الشطر رسومها. اكزاكتومون، على خاطر هو يقول لك التونسي انا مشيت شريتها نفس العجله شريتها من البلد. ما شريتش نفس العجله، هو تقول لك شري عجله الموت لان هي مزينه ومزركشه والى غير ذلك وجذابه، ولكن هو في حقيقه الامر ما يعرفش حقيقه العجله. انت تعرف العجله عندها عمر 4 سنين كتشريها جديده انت وتخبيها في دارك، اذا ما سوقتهاش بعد 4 سنين لان هي الكل معناها مكونات كيميائيه ما عادش عندها قيمه، تمشي بها تنجم تقتل، عندها ديوري دفي، عندها ديوري دفي. واذا كان شريتها حتى وهي ما زلت ما فاتتش 4 سنين وفاتت 60,000 كيلومتر ما عليك كانت تبدلها. اذا هذه المعطيات ناقصه، انه المواطن يتحمل مسؤوليته في وعيه. لازم تكون واعي. تو انت تقول لي العجله، اما انت كان تلقى تو فوسي تحل في الكياس وانت بسبب الشتاء ولا كليسمون تهبط فيه، لا ماك ترد بالك وتقف. اذا كيف كيف اذا تعرف الدواء يقتل، تي هو الناس قايمه الدنيا وقايمه وقاعده على حكايه الفاكسان وتشك وكذا كذا، وكل واحد ماخو حذره. هي الفاكسان هذاك اللي انت ماخذ منك حذره نتاع كورونا، راهو انت زاد تاخذ حذرك من العجله باش ما تركبش مرتك وصغارك، اول حاجه تقتلهم هما، ولا شنو ذنب السيد اللي مقابلك عجليه مطابق المواصفات، ولكن انت عجليك مش مطابقين المواصفات وانت زلقت بيك العجله نتاعك ولا تنقبت العجله ومشيت قتلته هو دون ذنب اقترفه، وكما حال السباله الزوز كاميونات وقتها في 27 أفريل 2019، راي الكهرباء اللي دخلت فيها الكاميونه اللي هز هز العمال في الحياة، اللي هزين العمال في الحيين الكلهم عجالي كونتر والاخرين عجالي مطابقين المواصفات، شنو ذنبه السيد الاخر دخلت فيه الكاميونه الاخرى؟ ولهذا راهو انا نقول لك طالما نحن ما حطيناش الموضوع هذايا على طاوله مجلس الوزراء ولا نقطه قاره يتعلق بحياة التوانسة، وأنه نقولوا إيش عملنا من اجتماع الاجتماع، الإجراءات واضحة والقرارات واضحة، وحتى نحن استدعينا راهو استدعينا خبراء في المنظمة الدولية لقاح الطرقات وعملوا اجتماع كبار، معناه فرنسيس وهولنديين، معناه اسماء كنديين واسماء كبيره، والمغاربه اللي خذوا من عندنا الافكار من عام 2005 وطبقوهم توا ونحن قعدنا التالي وفاتونا، معناه فاتونا بسنوات. نحب نقول لك هذوما حطيناهم وجه لوجه مع شكون؟ مع اللجنه اللي تم احداثها بطلب من الجمعيه على المستوى رئاسه الحكومه، لانه بعثنا جواب قلنا مش معقول رئيس الحكومه خذ قرارات ما تنفذتش، نقترح احداث فريق عمل باش هو يوضع التصورات والاليات التنفيذيه والوزارات الكل ممثلين فيه، وعطلوا باش تنحى، وعلى خاطر هما غادي رئيس الحكومه تقول له هذا الموضوع قداش تحل، بعد بشهر تجيني تقول لي ايش عملت، فولاو فيهم معناها مراقبه دقيقه ولصيقه، وجبنا لهم خبراء العالم 24 جوان في قمرت واجتمعوا معاهم وقالوا لهم هاي الحلول والاسيستونس تكنيك بلاش، لا فيها تبزنيز ولا فيها تمويل اوروبي ولا تمويل بنود ولا حد. وقالوا له ولكن هذا ثماش إرادة. أنا نقول لك المنظومة القائمة حاليا يلزمها عملية جراحية ويلزمها تتطور نحو الإصلاح باش نحميو شعبنا، وإلا رانا نميعوا في القضية ونهمشوا فيها. فلان قال كلمة لو جعلي في هذه، لا يا أخوي، نحن اللي يحب عنده إرادة في موقعه كمسؤولية يخرج ويتكلم ويشارك إيجابية، ما يبداوش يعملوا في نقول لك اليوم أنت هاك أنت فلاك
عاجبك انت توا منيا تمثيليه نتاع بولونيا ماخذ التروتوار كامل حطتها عملتها باركينغ هاي بحذاك مني وانا هاني جايك بصورتها ونهار الاثنين كان حين ربي مش تكتب وزاره الخارجيه التونسيه وزاره الخارجيه في بولونيا نقول لهم معقول هذا صاير تبعناهم الكل السفارات معقول انت شركات كيما شركات الاتصالات اللي بحث سفاره امريكا من غير نسميهم حاطين الكل ماخذين متحوزين على الباركينغات قال شنو الباركينغ خذتها سفاره امريكا لاسباب امنيه ما يهمنيش انا حق المواطن كمترجل مترجل الارصفه اليوم مفكوكه اليوم سيارات الدوله موجوده على الارصفه اليوم سيارات اجهزه رسميه هي تحكي على السيكيورتي وتير وغيرها حاطين واقفين دوزيام بوزيسيون اليوم عاجبك انت الفوضى قدام الجوامع قدام المدارس قدام الجوامع قدام الكليات طالبه تشق في سوسه فرحانه بنجاحها عم ناول تقصفها بعناها سكرها يا غن نحكي في الحقيقه هذوما يلزم البلديات تحملوا مسؤوليتهم ويلزم الدولة تكون صعيبة في الموضوع هذا كرهبة على التروتوار تهزها وتقول له ما تخرجها من الفورير كما تدفع مليون تو يفهم شنو معناها مليون أما نحن قاعدين نمسحوا في التمسيح وماناش ماشيين أول جمعية طالبت مش اليوم عندها 15 سنة ولا 20 سنة بالزون 30 قلنا مش معقول العالم الكل فاتنا أنا زون 30 كي شفتها في ترول هاتن في السويد عام 99 روحت هنا وحكيت عليها وكتبت عليها والجمعية تبنيتها قلنا يا وندي لازمك معقول قدام روضة قدام جامعة قدام مدرسة قدام مرشي قدام محلات تجارية 50 الجري يلزم يتولي عن زون 30 وهنا تو عن حملة توعوية كبيرة وضغط كبير باش مجلة الطرقات مجلة الطرقات لو بدأوا يصلحوا فيها عندها تو 10 من 2012 وهما عاملين لجنة باش تنقح قانون الطرقات طبعا خلينا خلينا نحكيو على تكوين العجلة بشراكة مع مركز تكوين برج السدرية واللوتيكا اللي كنت حكيت لنا عليه بكري شوية كيفاش باش يكون البرنامج التدريب ولا البرنامج التدريب مش انا مؤهل باش نقول لك ليه اذا نعرفوا اما المفروض تكلموا السي العربي معناها بن جبريل مدير المركز القطاعي للتكوين تعطيكم نمروه للتكوين في الميكا الكترونيك تا هو يقول لك عنده لجنه بيداغوجيه لاعاده البرنامج ويقول لك شنو هما لي بوديول وش يقراهم على قداش ويمشي يعملوا معناها لا فورماسيون بار الترنونس باش يمشيوا عند العجاله يمارسوا العمل نتاعهم هو باش يقول لك عند مصنعي العجلات باش يعملوا ستاجات هذوما الكل التفاصيل التقنيه يقولها لك البودير اللي هو مختص في التكوين وانا كجمعيه نقول لك لابور نتاعي وي نجم نحكي لك انا مساهمتي في البرنامج هذا فاش باش تتمثل نقول لك عليها بوضوح لكن احنا مع البرنامج طلعنا عليه وفرحانين به لانه البرنامج اعدوه مهندسين مختصين في الهندسه التكوين وكفاءات كبيره عن طريق السنافيف اللي هو مركز معناها نتاع تكوين المكونين تابع وزاره التكوين المهني والتشغيل سابقا اليوم تابع وزاره الشباب والرياضه والادماج المهني. البارح تنظم المؤتمر العربي الثاني للشباب سفراء السلامه على الطرقات بمشاركه 20 دوله عربيه عن طريق الاتصال الرقمي. احكي لنا على نقول لك 20 دوله معناها الجامعه العربيه ما تجيبش تلمهم تو لانه العرب كل معروك الخلافات بين الدول لكن الشباب وحدتهم كلمة حب الحياة زوز دول اللي ما شاركوش هما الكويت والصومال الصومال معناها عملين ثماش دولة قائمة وسيادة وكل شيء فنقول أنا تخلفت كانش الكويت ولأسباب يمكن نتاع امتحانات نتاع الشباب الطلبة اللي شاركوا معنا واليوم موجودين في الكونسورسيوم تاع ليجون أمباسادور دو لا سيكيورتي وتير اللي هو البرنامج هذا أحدثته الجمعية وقاعد يخدم من 2003 مش اليوم بدا ولا ناس مشاو خذاو البرنامج هذا كانوا يخدموا في الجمعيه ومشاو عملوه اسم جمعيه وبرنامج هذايا تاكيد على انه تونس شبابها قادره خاطر الشباب عملوه راني انا كجمعيه عندنا منتدى الوطني لسوق الشباب وفيه شباب من الجامعات ومختصين كبار نحن دورا نأطروا كمنظمه عربيه ولا كجمعيه تونسيه وتعمل في تونس خاطر مقر المنظمه العربيه للسلامه المموريه اللي هي تاسست عام 1980 وموجودة في تونس مقرها الفكرة هذه كانت ناجحة برشا لأنه خذوا شعار كل واحد من العاصمة متاعه هو مشارك ومعه مجموعة أخرين من الشباب مشاركين في قاعة كبيرة محترموا التباعد الجسدي ويتبعوا على الشاشة الكبيرة ويتدخلوا بخلاف تقديم الأوراق العلمية وتوترا أعطينا فرصة باش قدموا أوراق الموريتانيين اللي عندهم ضعف كبير تاع السلامه المموريه الى الدول المتقدمه العربيه في مجال السلامه المموريه ونحن موحدين حتى يحبوا بعضهم الخلافات اللي تشوفها بين الدول مش موجوده ولا عندها علاقه بالخلافات نتاع السياسيين كلهم شباب يحبوا بعضهم وكلهم بنات وبنين وكانت كلهم قدموا تجارب الشباب العربي كل واحد في دولة الشباب العماني الشباب الأردني العماني الإماراتي القطري السعودي المغربي التونسي الليبي حتى الليبيين في ظروف الحرب
عيطنا لهم وتكلموا معنا وفرحوا وتأثروا برشا. اليمنيين تكلموا، السوريين، اللبنانيين كلهم تكلموا واعطوا تجربهم. شنو خاطر هي تجارب مختلفة، كيفاش تجارب الشباب والعمل التطوعي زمن كوفيد 19 كوفيد 19 مبادرة باهية برشا. شو هي اللي ورينا كيف الشباب نفيدنا احنا ودول العالم طبعا العربي. احنا قدمنا لهم افلام حلوه برشا فيديوهات مربوطين بالوقت سي عفيف. جوست حاجه انتم اذاعه حره مش مربوطين. لا لا عندنا البوب لازمنا نعديوها بعد شويه. بي احنا توا على ابواب عام جديد ومستنسين بكم كل راس عام. عندكم برشا حملات توعويه تحسيسيه سنه كوفغ فو فمش سهريات فما حد شيء مرتاحين سنه. لا ما مش مرتاحين البريود هذه البريود هذه معناتها مش كالعاده. ما لا على خاطر مش بالضروره الحاجه برشا خدمه. انت عندك سبوت ولا نتكلم؟ ليه تنجم تكلم رابيدمون. نحن متعودين مش حملات مناسباتيه، احنا كان تشوف تدخل الباج فيسبوك تاعنا دي في النهار عندنا 20 نشاط لانه عندنا فروع في كامل تراب الجمهوريه وكلهم يخدموا والكلهم ينشطوا وتنوع المبادرات. صحيح السنة كوفروفو لكن احنا عملنا كان توعي وتحسيسي في الليل للناس المروحين من السهريات ومساندة معنوية لأجهزة الأمن والرقابة على الميدان لأنهم معناها يضحيوا بالغالي والنفيس من أجل راحة التوانسة. لكن السنة أراهم مش تصير نوعية أخرى أنه الناس بشي الزحمة في القائلة على القطو والتحركات واللي كان معناها ذيك يأجلها لليل خاطر بشي بشي الوتيل يحطوا له القطو والعشية بشي يعملها في داره. إذا عندك فوضى أخرى من نوع آخر متاع زحمة ومتاع اكتظاظ ومتاع جشع ونهم وكله هذاك الكل عنده حملات توعوية في كامل تراب الجمهورية في النهار في الثلاثة أيام الأخرانيين. خلينا متفائلين متفائلين. لا متفائلين إن شاء الله ما فما كان متفائلين ولكن نحن الوعي هو الوعي هو قضية مستدامة وهو ما نعزموش يقف وما يكونش مناسباتي ويلزم فيه مسؤولية مشتركة. الإعلام نحن نحييكم لأنكم متبنين القضية ومنتصرين القضية ودائما إيفام سباقة في الاهتمام بالقضية هذه وراه ما نجموش ننشحوا إذا الإعلام ما ينتصرش الحق في الحياة وفي مقدمة القوى الحية لأنه حتى المسؤولين والإدارات اللي هم موظفين عمين يرقدوا تفيقوهم أنتم كوسائل الإعلام. هذا دولة وهذا واجب علينا وعلى ذاك المواطن زاد في داره المرأة والبو والخو ماذا بهم يوعيوا بعضهم ويذكروا بعضهم إلى غير ذلك. الإمام في الجامع في الخطبة متاع الجمعة في الصلاة بعد ما يقول السلام عليكم في الصلاة العصر والخمس يذكر المصلين مش معادش يحطوا الكهرباء على التروتوار ومعادش يسكروا على الديار الكراج الكهرباء. المرأة خارجة ولدها طاح في الدروج تزلوا استعجالي لقات واحد يصلي في الجمعة مسكر عليها شعر لمية ولدها. يعني شفتها سيتانتو المعلم الأستاذ كاس كل تذكر بعضها لازم الناس الكل تشارك في وتذكر بعضها الحملة التحسيسية هذيا. ميرسي سي عفيف الفريقي رئيس جمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات. نشكرك على حضورك معنا. توا نخرجوا بيوب وراجعين. Le Mac du week-end, je vous confie mon sponsor Maya et Nahal Al-Khalsi et toute mon équipe de choc. Il y a tout comme Nasa, Ahfes Saha, Tarbia ou le coaching, des astuces pour le beauté, la mode ou le cuisine, les bons plans, les lailles, l'alcool, ou qui m'a cool week-end, qui l'a d'un autre arfa à la marque de ton séage Jida. Tout ce qui est taille par tendance, c'est comme si c'est tout. Donc, il y a des costumes. Tout ce qui est calé à trop, je te dis, c'est bon, venu. تعرفوا لقاية هذين تعرفوا على ماركة جديدة دونك هذي أبل اللي عنده ماركة ويحب يجيب أحدنا نزيد فات حتى اللي يقول شخص الكل قلة النوم هو اللي يخلي المرأة تسمن يخلي شعرها يتيح يخليها ستريسي هو يروح من القهوة تكحلو كل قحرة وتسكر البيت خلي راجل يتفرهد في القهوة على روحه وامشي اربح نومتك وفي الميكان ده هكا شيخ نمشي وراجلك لقنا على ذلك طوينا قاعد نكتب بليك مش كل واحد مش نجيب من الحاجة ربي En fait, il faut toujours comparer les vitamines à un match de football. Eh, qui fait Ils me l'ont bien le coup de terrain. Le Mac du week-end, saison 7, n'har 7 ou l'ahat, m'la 10 ou l'osso n'har. A la IFM, ahla radio. على خاطر هابينيس أحلى بيكم وديما تخمم باش تقرب ليكم ديت في النصر والمرسى وجديد في لاك توا تجيكم ملا استناو برشا مفاجآت في الافتتاح نهارة 24 ديسمبر والمدة جمعة كاملة تمتعوا بدي برومو على جميع المنتوجات هابينيس أن بليزير بارتاجي أدريس رو دو لاك بيوا باساج دو لاك ملاوي تونس. في رأس العام تيتي تربحكم 10 ملايين كاش من 22 حتى 31 ديسمبر اكتيفي فورفي انترنت ادخل في القرعة واربح برشا فلوس وحظوظك في الربح تزيد تكبر بالابليكاسيون ماي تيتي وكانك ماكش تيتي فاش تستنى بدل للانترنت التونسي واربح الملايين. اتصالات تونس مش عام مش اثنين هوني نحكيو على 10 عمرها 9 سنين
من اللي بدينا سمعتونا، حبيتوا برامجنا الكل وتبعتونا، في أفراحنا ونجاحنا شاركتونا، كنتوا مازلتوا وبش تقعدوا أوفى وأحلى مستمعين. في عيد ميلاد إيفام التاسع نقولوا لكم كل عام وانتم بخير بالكادوات والربح ديما فرحانين. من 28 ديسمبر ل 3 جانفي الربح على طول النهار وفي ليزيميسيون الكل. ابعث اس ام اس فيه إيفام على 85 801 باش تكون واحد من الرابحين. سعر الاس ام اس 960 مليم. إيفام احلى راديو. انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 ل 10 نتاع الصباح مع ميلا بن يوسف. مرحبا بكم من جديد في اوتو راديو، مازلتم مواصلين معنا حتى للعشرة. توا نمشيو للكونسي اوتو راديو مع محمد. دونك اليوم محمد نحكيو كيفاش نختاروا زيت الكراب. اي زيت الكهرباء، كل كهرباء عندها زيت معين وقتاش نبدلوه. اكزاكتومون. اليوم باش نفهموا شنو هو الفرق بين خاطر فما دي ريفيرونس، ندخل باش نختاروا الزيت على الكهرباء، تكسر السيمي، تكسر الماركيت، وتكسر النوامر، من دون ما فهمين حتى شيء. دونك اول حاجه باش نفهموها، الزيت تاع الكهرباء لشنو يصلح؟ يصلح باش يبرد الموتور. ثاني حاجه زيت لازم يكون دو كاليتي باهيه باش يخلي ينقص من ليزور تاع لي بيس في وسط الموتور. وحاجه اخرى كي يبدا زيت دو كاليتي باهيه زاده يخلي الموتور يدوم اكثر. هذو ما كاليتي نتاع الزيت مهمه برشا، تحكم برشا في الموتور. بعد باش نفهموا شنو لي ريفيرونس نقراوهم على زيت الموتور. احنا بدو ما نش فاهمين شنو الزيت باش نصبوا في كهربتنا به. هو برينسيبالمون اهم حاجه في الزيت تاع الموتور هو لانديس دو فيسكوزيتي، يعني قداش زيتنا يخثر وقداش يتحمل سخانه. اللي هو كومبوزي من زوز نوامر وفي وسط بيناتهم حرف. دونك ناخذوا اكزامبل، تلقى 10W40 ولا 5W30. 10 هو لانديس دو فلويديتي وقت تبدا تبدا الزيت بارد كومبليتمون، وال 30 ولا 40 اللي مجنب بالاخر من بعد دبليو هذيك لانديس دو بيرفورمانس وقت تبدا في الموتور وقت يبدا يسخن على الاخر، قداش ينجم يتحمل السخانه. دونك باش ناخذوا اكزامبل يكون واضح، كان ناخذوا باغ اكزامبل 10W40 10 ايكيفالون ا موان 20 دوغري، حتى موان 20 دوغري الزيت هذاك يقعد ديما ليكيد. وال 40 الزيت هذاك يبو ينجم يخلط التمبيراتور انتر 100 و 150 دوغري من غير ما يتبدل الوحده الكاليتي بتاعو، يقعد ديما يبروتيج لو موتور. دونك هذيك سي لي شيفر. دونك من القدام ساعه نبقاو 5 سي ابوبخي موان 25 دوغري، 15 سي ابوبخي موان 15 دوغري، و 30 و 40 50 ديما في الموين من 100 دوغري وانت وحنا ماشيين. هذايا النوام. دونك احنا تو واش نقولوا شنو الزيت باش نحطوه في الكهرباء بتاعنا. عندنا نبداو باغ برانسيب الاولين، نلقاو فما لي 5W30 و 5W40 اللي هما يسميهم سي لي زويل 100% سانتيتيك. جينيرالمون يحطوهم تلقاهم بريكونيزي لي نوفيل موتوريزاسيون في ليسونس ولا في الديزيل. من بعد عندك 5W30 يستعملوه برشا في الكراهب اللي فيهم فلتر بارتيكول دو بريفيرونس ديما تستعملها 5W30. ولا عندك تبدا مثلا كراب تستعمل فيها برشا في السونتر فيل ولا تستعمل فيها اون كوندويت سبورتيف، زاد منصوح انها تعملها تعطيها زيت 5W30 وقت تخدم برشا، تعمل لونتراجي صغير وبعد تقعد تقف وبعد تعاود تمشي وتعاود تقف. هذاك الزيت هذاك يقعد ديما فلويد، البومب تاع الزيت تجبدو في ساعه في ساعه. هذايا في البارتي الاولى. عندنا من بعد 10W40 هما ا بارتير دو لا يوليو سي دي زويل سيمي سانتيتيك اللي هما بور لي زوتيليزاسيون ميكس. يعني انت هذايا يتحط في موتور تاع كهرباء اللي استعمالك باش يكون فيها شويه ديما في وسط السونتر فيل وشويه تعمل كيستوي باش ديما يبروتيج لو موتور. فهمتني؟ عند اقل استعمال تاع تخدم في ساعه في ساعه وتعاود تسكر، تخدم في ساعه وتعاود تسكر. هذايا اون بريفير نستعملوا 10W40. ولا اون بليس الى ان بون رابور كاليتي بري اللي هو من بعد السومه نرجعوا له. عندنا بعد لي زانديس 15W40 ديما نعطي في دي زيكزامبل، ما نعطيك نحب نفصلك شنو كي نطلعوا بالانديس القديم. هي سي لي زويل مينيرال، هذوما لي زويل مينيرال وقتاش نستعملوهم؟ جينيرالمون يوليو منصوحين وقت الكهرباء تكون اسونس وقديمه فاتت 10 ولا 12 سنه، خاطر الموتور تاعها ولا يكونسومي في الزيت، فما اون اوزور من الداخل. دونك باش ما كومبونسيو كل واحد نحطوا له زيت خاطر شويه باش ما يتهلكش بالسهوله هذيك. ولا في الموتورات الديزل ما فيهمش تشغبو
زيادة كيف كيف، ولا في الموتورات اللي كما قلنا كهرباء ماشية برشا، ولا حتى كهرباء صغيرة في تلقاها في العمر أما ماشية برشا كيلومترات كيما باغ إكزومبل تاكسيست ولا لواج ولا يعني عم برشا تخاجي أن سيغتان موان يزمو يكومبونسي لوزيغ تاع الموتور بالتعويض الزيت باهي. هذه سي زيت الزيت هذايا ايبيس ويل كومبونس كون لوزيغ ولا الكونسوماسيون تاع الزيت في وسط الموتور ونجمو بها هي نقصرو في لي زانتيغفال تاع الفيدو ما بين الفيدونج والفيدونج باش تقعد ديما الموتور تاعنا محمي. لانديس دو فيسكوزيتي هو برسك اهم حاجه نجمو نعتمدوا عليها باش نختاروا الزيت تاع كرهبنا. بعد قولي فما انت الماركات هاو فما الماركه هذه والماركه هذه ولا سويم تبدا طالعه هابطه، الحق ترى بين الماركه راه هي غيرمون عندك انت تغزر في الكتاب تاع الكهرباء بتاعك تلقى فما لانديس هذاك مكتوب يقول لك بريكونيزي بور مازلنا في جديد، وبعد هكا تعرف انت ابختيغ من 200,000 كيلومتر ولا 150,000 كيلومتر تمشي وتحسن في الزيت بتاعك اون فونكسيون من الواحد. هنا نجم نقولوا اللي البخي والبخي باش يحكم فيك. واحد من الناس يقول لك انا ما نشريش بالليتر ب 40,000 ولا ب 35,000 نحب نشري اقل. هو راهو لا ديفيرونس في لي مارك سي سي كو دو ماركتينغ ريالمون سي كو دو ماركتينغ. دونك حاليت قليل برشا تلقى موتور تاع الكهرباء هذيك مثلا الزيت بتاعه ما تلقاه كان باسم الماركه هذيك. هذيك وقتها توي اوبليجي باش تشري يعني الماركه اللي بريكوني تاع كراهب ما يلزمهم زيوت معين دي مارك معينين تاع الزيوت اكزاكتومون سي تري غا سي تري غا مش يعني مش موجوده ديما. اما ساعه موتور تاع كهرباء مثلا تلقى الريفيرونس اللي حاجتك بها ماهي موجوده كان في دو ولا تخوا مارك ولا في مارك واحده. باهي كيف واحد يحط زيت ماهوش اللي لازم معناتها مش الماركه هذيك اللي لازم يستعملها مع كهربته شنو اللي يصير في الكهرباء؟ اذا يحترم لانديس تاع الفيسكوزيتي اللي منصوح على الموتور هذاك ما غير وبدل الماركه يعني قعدنا في الديسك 40 ولا 530 وقعدنا من ماركه لماركه ماهيش حاجه باش تبدل حاجه كبيره. جوج احنا جوج ما ديما نثبتوا النيفو تاع الزيت باش نشوفوا تاكل بالبرشا ولا لا. ابار سا بعد ساعة كي تلقى اوبليجي ولا تبدل انت من مخك تنجم تضر موتور كهربتك. فما موتور ما يتحملش فما هذيك شنو قلت لكم قبيليك فما فور اكزومبل كهرباء قديمه برشا ولا عامره كبيره في العمر يعني موتور جينيراسيون قديمه ولا كهرباء ديزيل وفيها ما فيهاش تشغبو تصب لها انت تاع كهرباء لازمها تشغبو تضر موتور كهربتك. فهمتني؟ دونك انا قلت لك لا مارك سي بلوس حاجه راهي سي هما سي دي بارتنيريا يعملوهم الماركات لي كونسيسيونير تاع الكراهب مع الزيت هذاك ويقول لك انا ننصح به. اذا قال لك لا تستعمل كان هذاك وقتها تو اوبليجي. دونك الزيوت فما ويل سانتيتيك وسمي سانتيتيك وفما لي زويل مينيرال وفما المينيرال اي ولازم نختاروهم حسب هذوما. احنا نتبعوا ديما في الكتاب تاع الكهرباء تلقى راهو يلزمك تستعمل الزيت هذا. وقتاش لازم نبدلوهم؟ كل هو جينيرالمون في الموين تاع 10,000 جينيرالمون. توا فما دي كونستركتور ولاو يزامبوز تبديل الزيت في 6,000 كيلومتر. فما مؤشر في الكهرباء يخلينا يلزمنا نبدلوه وقتها؟ والله فما الفويون يقول لك في الكهرباء حس ما نعرفش مؤشر اخر. الحق تاع ربي اذا وصلنا سمعنا ولينا نسمع في حس راهو سيء كلت بعضها. اما واحد من الناس عندك الفويون تتبع النيفو تاع الفيدونج يقول لك دون 2000 كيلومتر ولا دون 1000 لازمك تحترمه ولا ديجا تعمل انت في تعمل السويفي بتاعك مع في وين الكراج تعمل فيه تقيد كيلومتراج اللي عملت فيه ويقول لك الزيت هذاك يمشيك طون راهو يمشيك 10,000 15,000 انت تتبع باش ما تفوتش. ميرسي محمد. ذكركم اللي تنجموا تلقاو الكونسي اوتو راديو على الباج يوتيوب اي اف ام. توا ما بقى لي كي نقول لكم بون جورني. ميرسي امين في الرياليزاسيون، ميرسي كنزه في الديجيتال، علي عرعود في الرياليزاسيون. احنا نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس الوقت من 9 لل 10 في عام 2021. عام ان شاء الله يكون عام سعيد علينا الكل وينسينا في